اولا استاذ ياسر، ملامح الجمهوريه الجديده، هو ايه اللي بيحصل علشان المواطن المصري يحس فعلا ان احنا في جمهوريه جديده؟ وهل حضرتك شايف ان المواطن المصري فعلا حاسس بحجم الانجاز؟ طب الاول علشان نقول جمهوريه جديده، في جمهوريه قبل كده، هل الجمهوريه دي هي الرئاسات المتتاليه؟ يعني احنا بنتكلم ان كان في جمهوريه لمحمد نجيب وجمال عبد الناصر وانور السادات وهكذا لحد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ لا، في جمهوريتين، كل جمهوريه قائمه على شرعيه. جمهوريه 23 يوليو وسقطت بسقوط اهم اعمدتها، وهي العداله الاجتماعيه، اقامه عداله اجتماعيه، و يعني القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة. آخر حاجة الانتخابات اللي جارت في ديسمبر 2010 كانت فاحشة التزوير، فالجمهورية سقطت أهم ثلاث دعائم من دعائمها الست، تنحي أو تنحية الرئيس مبارك، ودخلنا في مرحلة انتقالية ثم ثورة 30 يونيو، مرحلة انتقالية ثم بناء عادة بناء الدولة المصرية. كانت مؤسساتها كل الناس عارفة مؤسساتها متداعية، بعض المؤسسات ما كانتش موجودة بما فيها مؤسسة الحكم، ما كانش فيه برلمان، فكان في إعادة بناء لمؤسسات الدولة وتثبيت دعائم الدولة المصرية، ثم بناء المشروع الوطني المصري اللي طرحه الرئيس السيسي، والمشروع الوطني الثالث بعد مشروع محمد علي وجمال عبد الناصر. تم إعلاء بناء الدولة الحديثة الثالثة. ثم بنتكلم دلوقتي على الجمهورية الثانية، جمهورية ثورة 30 يونيو. هذه الفرق بين الدولة الحديثة والجمهورية الجديدة أو الجمهورية الثانية، إن الدولة الحديثة عايز أقول مشروعات وإنجازات في مختلف المجالات، عملية بناء للدولة واضحة للعيان، بنية أساسية، مدن جديدة، غيره. الجمهورية الثانية بتكلمي على أفكار ومبادئ، بمعنى الرئيس طرحها يمكن ما خدتش حظها دعامات أو ركائز هذه الجمهورية في الكلمة اللي ألقاها أو الخطاب اللي ألقاها في تدشين برنامج حياة كريمة، لأن كان في انشغال وقتها بصد النهضة والتصريحات اللي قالها الرئيس السيسي في ذلك الوقت. تكلم الرئيس على المواطنة، تكلم على احترام الآخر، تكلم على وأثرها بعد كده في مداخلات أخرى على حرية الاعتقاد، دي موجودة في الدستور يعني بالمناسبة. اتكلم على العدالة الاجتماعية، اتكلم على التنمية السياسية، ودي نقطة مهمة جدا، لأن إقامة حياة ديمقراطية سليمة هو الوعد المفقود لكل العهود. حتى في الفترة الليبرالية من 23 ل 52 لم تكن هناك حياة ديمقراطية سليمة، بدليل أن حزب الوفد هو حزب الأغلبية، حكم مصر أقل من 6 سنوات، وكل الفترة الليبرالية من 23 بعد وضع دستور 23 لحد ثورة 52 كانت بتحكم في أوقات أحزاب الأقلية وأحزاب الخصر وغيره. وإحنا عارفين في فترة حكم الحزب الواحد، ثم في فترة الرئيس السادات ابتدت المنابر ثم الأحزاب، كانت في محاولات للديمقراطية. ما نقدرش نقول في ديمقراطية سليمة، وزي ما قلت لحضرتك إن في طول عهد الرئيس مبارك كان في قدر من يعني عطاء الهامش في المجال العام، ولكن وقت كل هذا الكلام بالانتخابات المزورة، انتخابات مجلس الشعب المزورة في ديسمبر 2020. بنتكلم على حياة ديمقراطية سليمة، ما فيش ديمقراطية حقيقية في غاية الوعد. نقطة مهمة. إذا كان غايبة الوعي يعني إدراك الناس الفرق بين ما هو حقيقي وما هو يعني من ضلالات السراء. معركتنا الحالية هي معركة وعي، معركة توعية. خلينا أقول الفرق بين الاثنين، إن الشعب المصري ما نقدرش نقدح في وعي الشعب المصري. الشعب المصري هو اللي عمل كل النضال من أجل الاستقلال وغيره. خلينا نتكلم في آخر 8-9 سنين، الشعب المصري هو اللي أدرك إن الإخوان خطر على هوية الدولة وخطر على بقاء الدولة، وأسقطهم بعد ما انتخبهم في انتخابات البرلمانية ثم الانتخابات الرئاسية. ثم هذا الشعب هو اللي ثورة 30 يونيو يخلع زيه العسكري وتقدم للترشح وانتخبه بأغلبية كاسحة وجدد انتخابه. هذا الشعب الواعي هو اللي تحمل وصبر وفي قرارات الإصلاح الاقتصادي وتحملها ثقة منه في القيادة. إذن الوعي موجود، لكن المشكلة في التوعية، يعني في الإعلام.
في الإعلام والمؤسسات الأخرى. يعني بنتكلم على الإعلام، بنتكلم على المؤسسة الدينية، بنتكلم على المؤسسة الثقافية، بنتكلم على المؤسسة السياسية بمعنى الأحزاب، يعني ده جزء كله من التعايش. ثم في البدء الأسرة بنتكلم على المؤسسة التعليمية. فعايز أقول إن الرئيس اتكلم على أهداف وركائز هذه الجمهورية، وإحنا وأعلن تدشينها، وإحنا دلوقتي في حالة حوار، وحنترقب مع افتتاح العاصمة الإدارية ربما في منتصف العام القادم، ربما يكون في احتفالات 30 يونيو إن شاء الله 3/7. والمفروض أن كل الإعلام وكل المجتمع وكل المؤسسات السياسية والفكرية تطرح رأيها في الأساس الفكري للجمهورية الثانية. طيب.